يتعرض أكثر من 80% من الناس لآلام الظهر خلال مراحل حياتهم، وتؤثر هذه الآلام سلبياً على ممارسة حياتهم اليومية، تأدية عملهم بإنتاجية وكفاءة، الاستمتاع بهواياتهم المفضلة، وأحياناً جودة النوم. ندعوك إلى المساهمة في تخفيف معاناتهم عبر تقديم فكرتك أو مشروعك، فقد تفوز بفرصة دعم للشركة الناشئة في حاضنة أعمال العمود الفقري التي أطلقتها الجمعية السعودية للعمود الفقري بالتعاون مع حاضنة نمو بشركة وادي مكة، والتي تتضمن المجالات التالية: سلامة مرضى العمود الفقري، تحسين تجربة مرضى العمود الفقري، الوقاية والتوعية بأمراض العمود الفقري، تشخيص وعلاج أمراض العمود الفقري. كن جزءاً من الحل وتقدم بفكرتك أو مشروعك عبر الرابط التالي: من يوم الأحد 29 من رجب، وينتهي التسجيل يوم الثلاثاء 29 من شعبان. فكرتك اليوم، شركتك غداً.